في موقف في محرج حصل لك بسبب لغتك الإسبانية اللي ما كانتش قوية قوي في أول مرة رحت سالتا فيجو؟ فياريال. فياريال ماتش فياريال ده طلب مننا 4. دخلت في كمية أول الماتش كده أول ربع ساعة وأنا فاكر في كلمة كده شتيمة في كلامنا عادية يعني أنا بسمعها على طول بيقولوها لبعض، فطلعت إنها كلمة يعني ما ينفعش تقولها عادي للحكم يعني، فراح مديني أحمر على طول كلمة شتيمة يعني. ده أول ماتش بينتو يلعبه في حياته، شلنا 5 من يا فياريال. نهار أبيض، 4 طرد. 4 مننا اتطردوا، أنا فاكر في أول نص ساعة 4 اتطردوا من سيلتا، وقاعدين بقى جوه الأوضة عمالين نسمع دخلوا بين الشوطين قلنا 4-0. طب ما حدش كان نبهك على الكلمة دي؟ محدش، أنا فاكرها عادي يعني، أنا بشوف كل الناس بتقولها لبعض هناك، اللعيبة بتقولها لبعض عادي، الحكم يعني ما بقول له مش عارف ايه بتاع، قال لي انا قلت له انت راح، قال لي طب خد لا زمايلك في سيلتا قالوا لك ايه بقى اتخضوا بعدين؟ طبعا، انا بشتمه كده بيتخضوا، فهموك بعد كده بقى انه دي كان ما ما ينفعش لا مش محتاج يفهموني بقى خلاص، انت فهمت خلاص. فهمت خلاص.